السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 9/10/2022، بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي. متابعين الكرام، لأول مرة زرنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك، سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. اليوم تورينو تعادلت أمام إمبابولي 1-1، أحرز هدف تورينو ساشا لوكيتش في الدقيقة 90، هدف إمبولي عن طريق ماتيا ديسترو في الدقيقة 49. مونزا فازت على سيبيزيا 2-0، أحرز هدفين كارلوس أوجوستو في الدقيقة 32 وبابلو ماري في الدقيقة 63. سالرنتانا فازت على هلاس فيرونا 2-1، أحرز هدفي سالرنتانا كيرزيستوف بياتيك في الدقيقة 18 وبلايديا في الدقيقة 94، هدف هلاس فيرونا عن طريق فابيو دي باولي في الدقيقة 56. اودينيزي تعادلت امام اتلانتا 2-2، احرز هدفي اودينيزي دولوفيو في الدقيقه 67 وابيريس في الدقيقه 78، هدفي اتلانتا عن طريق لاعب اديمولا لوكمان في الدقيقه 36 ومورييل من ضربه جزاء في الدقيقه 56. كريمونيسي خسرت من نابولي 1-4، احرز هدف كريمونيسي سيريل ديسرس في الدقيقه 47، اهداف نابولي الاربعه عن طريق ماتيو بوليتانو من ضربه جزاء في الدقيقه 26، جوفاني سيميوني في الدقيقه 76، هيرفين غلوزانو في الدقيقة 92 وماتياس أوليفيرا في الدقيقة 94. روما فازت على ليتش 2-1، أحرز هدفي روما كريس مولينغ في الدقيقة 6 وباولو ديبالا من ضربة جزاء في الدقيقة 48، هدف ليتش عن طريق اللاعب استريفيزا ريبيلاتو في الدقيقة 39. بكرة بإذن الله تعالى الاثنين 10/10/2022 آخر مباراة في الجولة التاسعة، فيورنتينا في مواجهة لاتسيو على قناة أبو ظبي بريميوم الاولى. خلينا نتعرف الان على المباريات السابقه. الجوله بدات يوم السبت 8/10/2022، ساسولو خسرت من انتر ميلان 1-2 وميلان فازت على يوفنتوس 2-0 وبولونيا تعادلت امام سامبدوريا 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الايطالي نادي نابولي المركز الاول ب 23 نقطه، اتلانتا المركز الثاني ب 21 نقطه، اودينيزي المركز الثالث ب 20 نقطه، ميلان المركز الرابع ب 20 نقطة، روما المركز الخامس ب 19 نقطة، لاتسيو المركز السادس ب 17 نقطة، انتر ميلان المركز السابع ب 15 نقطة، يوفنتوس المركز الثامن ب 13 نقطة، ساسولو المركز التاسع ب 12 نقطة، تورينو المركز العاشر ب 11 نقطة، سالرنتانا المركز 11 ب 10 نقاط، مونزا المركز 12 ب 10 نقاط، فيورنتينا المركز 13 ب 9 نقاط، ايمبولي المركز 14 ب 8 نقاط، سيفيزيا المركز 15 ب 8 نقاط، ليتشي المركز 16 بسبع نقاط، بولونيا المركز 17 بسبع نقاط، هيلاس فيرونا المركز 18 بخمس نقاط، كيرمونيس المركز 19 بثلاث نقاط، سامبدوريا المركز 20 والاخير بثلاث نقاط. متابعين الكرام، بالنسبه لترتيب الهدافين، المركز الاول اللاعب ماركو ارناوتوفيتش لاعب بولونيا صنع سجل سته اهداف، المركز الثاني شيرو موبيل لاعب لاتسيو سجل خمسه اهداف، ودوشان فلافيتش لاعب يوفنتوس، وباولو ديبالا لاعب روما، وبيتو لاعب اودينيزي، وكفارت ساخيليا لاعب نابولي، والمركز الثالث اوليفيجيرو لاعب ميلان سجل اربع اهداف، ارفيليو لاعب ميلان، وتيون كومبينيرز لاعب اتلانتا، وبلايديا لاعب سيلرنتانا، وروبيلاتو لاعب ليتشي. المركز الرابع سجل ثلاثه اهداف اديمولا لوكمان لاعب اتلانتا، واركاديوس ميليك لاعب يوفنتوس، وريبيتش لاعب ميلان، وكريس مولينغ لاعب روما، وايدن زيكو لاعب انتر ميلان، ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان، وماتيو بوليتانو لاعب نابولي، ونيكولا فلاسيتش لاعب تورينو، وسيرجيو سافيتش لاعب لاتسيو، وزولا لاعب سيبيزيا، ودافيد فراتيسي لاعب ساسولو. متابعين الكرام، بالنسبة لمتصدر صناعة الأهداف، المركز الأول دولوفيو لاعب أودينيزي صنع 6 أهداف، المركز الثاني روبرتو بيريرا لاعب أودينيزي صنع 5 أهداف، والمركز الثاني أيضا سيرجيو سافيتش لاعب لاتسيو صنع 5 أهداف، والمركز الثالث لورينزو بلغريني لاعب روما صنع 4 أهداف، وماريو روي لاعب نابولي، وبيوتر زيلنسكي لاعب نابولي، ورافائيل ياو لاعب ميلان. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.